مرحبا، معكم حمزة أرنقوط على موقع عزف.com في الحلقة الثالثة من تعليم الهارمونيكا للمبتدئين. في الحلقة الماضية تعلمنا كيف نعزف النغم الوحدة على الهارمونيكا، الفرق بين النغم الوحدة والكورد، وبعد هيك تعلمنا كيف نعزف السي ميجر سكيل أو مقام العجم من الدو صعودا ونزولا على الهارمونيكا من البوزيشن الأول أو الموقع الأول في الهارمونيكا. بهاي الحلقة قررت أنه أبعد عن التقنيات لأنه حابين نتعلم أغنيتين بسيطتين اليوم مع بعض رح يحسسونا بقديش إحنا عم نتطور بهاي الآلة الجميلة. السبب اللي اخترت فيها دول الأغنيتين هو سهولة العزف عليهم. ممكن تلاقوا كتير أغاني على الإنترنت سهلة للهارمونيكا تقدروا تتمرنوا عليها وتعزفوها في البيت. من المهم جدا إنه عم رح نتمرن هاي التمارين اليوم ويكون معانا مترونوم يضبط الزمن معانا وإحنا نتعلم عشان يكون تقدمنا ثابت ومدروس في آلة الهارمونيكا. الأغنية الأولى رح نعزفها مع بعض اليوم هي أغنية رو 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 يو بوت. هي أغنية أطفال معروفة جدا وسهلة جدا تعلمها على الهارمونيكا. ما في سبب معين إني اخترت هاي الأغنية، ممكن تلاقوا أغاني كتير على الإنترنت تتعلموها للهارمونيكا. حاولت ألاقي أغاني بسيطة جدا على الهارمونيكا نقدر نتعلمها مع بعض. من المهم جدا إنه دائما رح نعزف مع مترونوم لما نعزف هاي الأغاني. رح أحط المترونوم تاعي على 60 BPM وأعزف هاي الأغنية معكم. الأغنية الثانية اللي حاب أعزفها معاكم على الهارمونيكا هي أغنية ماري هاري ليتل لام. برضو هي أغنية أطفال بسيطة جدا ومعروفة وبتلاقوا على الإنترنت برضو زي ما حكيت كتير أغاني مختلفة ممكن تتعلموها على الهارمونيكا. هاي الأغنية كتير بسيطة بالنسبة إلي ورح أعزفها معاكم على 60 BPM على المترونوم. في الدرس الثالث عزفنا مع بعض أغنيتين بسيطتين على الهارمونيكا اللي هم ماري هاري ليتل لام ورو يور بوت. هدول أغنيتين كتير سهلين نتعلمهم على الهارمونيكا وزي ما حكيت بتلاقوا زيهم كتير على الإنترنت. أنا شخصياً اخترتهم عشان هم سهلين كتير على الهارمونيكا وبساعدونا نفهم الآلة أكتر وأكتر. وبالمستقبل إذا كنا حابين نعزف ستايلز متطورة أكتر وأصعب زي البلوز وزي الروك على الهارمونيكا هي طريقة البداية. وزي ما حكيت لكم بأول فيديو أسهل طريقة لتعلم الهارمونيكا هي إنكم دائماً تحملوها معاكم في جيبتكم وين ما تروحوا وتقدروا تعزف فيها في أي مكان وأي زمان. هاي أحسن طريقة تتعلم فيها هارمونيكا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا وانبسطتوا في هاي الحلقة ومنشوفكم بالحصة الجاية.